مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وأهلا وسهلا بحضراتكم في مهارات عظيمة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة، وصفات حضراتكم طلبتوها، أتمنى يا رب أن الوصفات تنول إعجاب حضراتكم. هنبدأ بوصفات بسيطة وسريعة علشان الولاد ساعات يحبوا ياخدوا من الحاجات دي معاهم في اللانش بوكس كده في المدرسة. خلينا نشوف كده ممكن نعملها إزاي، وخصوصا الوينجز أو الأجنحة بتاعة الدجاج. في ساعات ناس ما يعني بتحب تستبعدها تعملها لوحدها، وصفات أسيوية أو هندية أو يعني طرق كتير مختلفة بتبقى ليها تتبيلة كده حلوة، وإحنا إن شاء الله هنعملها بتتبيلة تكون موجودة عندنا في البيت بإذن الله. تعالوا نقول بسم الله ونبدأ كده نشوف المقادير وهنتكلم عنها وإحنا مع بعض. عندي أجنحة الدجاج مقطوعة، أنا كان هنا في جزء منها من الصدر، طبعا بنجيبها من عند الراجل بتاع الفراخ ممكن قوي، أو لو بتلاقوها في أحد المحلات اللي هي بتبقى خاصة بالدواجن بس، بتبيع الدواجن بس. طيب عندي كمان لغسيل الأجنحة دي، عندي لغسلها ليمون شرايح أو عصير ليمون كمان برضو، يعني بعصر الليمون وأحط الشرايح بتاعته، وعندي ملح وعندي دقيق. طيب التتبيلة بتاعتها عبارة عن إيه؟ عبارة عن 5 معالق كبار من الزيت، وعندي كمان ربع كوباية من الكاتشب، ثوم مفروم، وعندي معلقة بشر ليمون، وعندي معلقة من المستردة، وكمان عندي معلقة من الصويا صوص، وهريسة شطة دي اختياري لو عاوزينها سبايسي، مش عايزينها تحطوا مكانها بابريكا مفيش مشكلة خالص، وملح وفلفل. دي الوصفة اللي احنا قلناها دلوقتي، وصفة بسيطة جدا. بصوا بقى، طبعا بنغسل يعني الجوانح دي كويس قوي، أجنحة الدجاج دي بسم الله، وبعدين شوية الملح، أنا هغسلهم برضو مع حضراتكم عشان تشوفوا إيه يعني الطريقة، بس طبعا إحنا بيبقى في البيت الموضوع بيبقى أبسط، علشان طبعا الزفارة أو علشان الإيه. طبعا الليمون ده عبقري أكتر من الخل، إحنا اتفقنا إن الخل أحيانا كتير بيظهر الزفارة. هاخد كده شوية من الملح خلاص في الأول، وإيه، وباخد كده ملح، وباخد معاه الدقيق، وبعمل الخليط ده كده مع بعض الأول، واحدة واحدة بقى كده كويس قوي بشكل كويس، وبعدين بروح بقى عند الحوض أغسل كل ده، وبعدين أحط الليمون والمية بتاعة الليمون علشان طبعا يعني إيه أطمن إنه كل حاجة تمام. طبعا لو في أي حاجة كده أو كده بتطلع من الأجنحة الحلوة دي كده أهو. نجيب بقى طبق كده نظيف نحط فيه الأجنحة بتاعتنا أهو كده، طبعا بتبقى رائعة وتبقى جميلة جدا ونظيفة. هوريكم شكلها دلوقتي، أنا بحط عليها عصير الليمون، عايزة أقول لكم رائع. بصوا عصير الليمون كمان من الحاجات اللي بتخلي الزفارة ما تظهرش أبدا أبدا، وتبقى يعني إيه تبقى نظيفة جدا مع حضراتكم، مش هتحسوا الريحة دي أبدا. والطحينة زي ما اتفقنا، وخصوصا للحاجات اللي هي محتاجة إيه يعني حاجات ممكن تكون نسبة الزفارة فيها عالية شوية. إن شاء الله اللي طلبوا مننا إن احنا نعمل حلقة تكون فيها تقطيع الدجاجة، ونشوف إزاي نعملها في البيت بدل ما تحتاجوا تقطعوها أو تجيبوها من برة، مفيش مشكلة خالص، هنعمل ده مع حضراتكم طبعا. شايفين إزاي؟ تسلم إيديكم والله، شكرا ليكم، تعبتكم معايا في التصوير يا أولاد، شكرا جزيلا أستاذ فضل. بصوا كده طبعا لو في اي حاجه شايف. خلصت خلاص، وانا ايه دلوقتي هوري حضراتكم، يلا بينا. شايفين بقى الدي والملح اول حاجه، اول حاجه خالص، عشان ده اللي بيساعدني لو في ريش لو في حاجه باقيه ايه نشوفها بقى هنا كده. بصوا الجمال، شايفين بقت نظيفه وحلوه ازاي. خد بوله بقى كده، هنحط هنا الايه الاجنحه اللي احنا عملناها دي او نضفناها
هاخد كده جلافز نضيف ونبدا بقى ايه ناخد عصير الليمون، شويه بقى من عصير الليمون وميه، ونسيبهم شويه كده ربع ساعه ولا حاجه تطلع رائعه وجميله ونظيفه بالشكل حضراتكم شفتوه ده. هاخد كده شويه من عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد هنا الجار فيه ميه اهو، بسم الله، مع كام شريحه ليمون، وهننقع بقى ايه. عايزين بقى تحطوا للمحلول ده كمان شويه معلقة سكر معلقة خل براحتكم، بس ما تكتروش، أنا شايفة إن الليمون كافي جدا، هيبقى رائع جدا. عارفين بقى المحلول ده بيعمل إيه؟ بيخلي كده لو أنتوا عندكم بط أو فراخ أو أي حاجة منه الطيور، يخليها الجلد بتاعها يطرى ومسامها تتفتح، يعني تحسوها ما هياش ناشفة كده، الصدر مش يابس وناشف، تمسكوا النسيرة بعد ما بتتسوى تلاقوها بقت طرية كده وإيه مرنة. ده مع الفراخ ومع البط ومع الحمام مع الوز مع اي حاجه انتوا بتحبوها، خصوصا لما بيتنقع من بالليل للصبح، بتفرق قوي يا جماعه في التسويه، وبتفرق قوي قوي كمان في اللحم بتاع الطيور اللي احنا بنعملها. طيب انا بقى هسيبها كده خلاص، هشيل دول، هسيب دول بقى هنا في جنب، وهبدا كده اجيب بوله ثانيه قدام حضراتكم نعمل فيها التتبيله بتاعتنا. بسم الله، هاخد كده للتتبيله عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ثوم، تتبيله حلوه قوي وجميله، اللي مش حابب يحط الثوم الفريش يحط ثوم باودر، بشر الليمون، الصويا صوص، وخلوا بالكم لما نيجي نحط الملح ما نكترش، ان دي دارك، دارك دايما بتكون مع الحاجات اللي فيها نسبة سكر نسبة عسل نسبة، وهي بتبقى ساعات لو اضطرتوا لها يعني، لكن في العادي لازم نستخدم اللايت، اللايت دي بتبقى أحلى بكتير. عارفين ليه؟ علشان بتنفع مع كل يعني التوابل وأنواع اللحوم والدجاج، وحتى التتبيلات اللي ما فيهاش نسبة عسل وسكر قوية عشان نستخدم فيها الدارك صويا صوص، بنستخدم اللايت. طبعا كل حاجه ليها استخدامها افضل يعني، والله لا فعلا هي عندها حق المدام بجد. هناخد معلقه صلصه، تعالوا بقى نتكلم عن البابريكا والفوائد المستردة، تعالوا نبدا بالمستردة. المستردة دي من الحاجات الجميله، هي اساسها نبات الخردل، فيها نسبه كالسيوم حلوه قوي ونحاس وفيتامين الف وفيها مغنيسيوم، بتحمي جدا من البكتيريا والفطريات، شوية زيت بتقلل مستوى السكر في الدم، بتقوي المناعة جدا، بس كمان ليها أضرار إن هي ممكن تسبب إسهال أو يعني لو كترنا منها، عشان كده إحنا دايما إيه بنستخدمها يعني حاجات بسيطة منها قوي، معلقة حاجات نطعم بيها الإيه التتبيلات بتاعتها. طبعا أنا حطيت زي ما قلت لحضرتك هحط فلفل، أنا طبعا حاطة هريسة وده الأول عايزين سبايسي، والملح معلقة ملح. تعالوا بقى نقول معلومة كده ظريفة عن نبات الخردل، عايزة أقول لكم إن إحنا لو استخدمناه قبل ما يطبخ بيكون ليه أضرار، لأن هو بيتدخل جدا في وظائف الغدة الدرقية، لازم يطبخ وسط الأكل، ده مهم جدا، عشان كده دايما زي ما قلت لحضرتك بصوا بقى التتبيلة حلوة إزاي، ما شاء الله تتبيلة جميلة جدا جدا. تعالوا بقى إيه نسمي الله كده ونبدأ ناخد من الأجنحة الحلوة دي وننزل في التتبيله وناخد كده البايركس، بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا انزل التتبيله دي، طبعا لو يعني اتنقعت فيها بس الاجنحه دي شويه هتطلع رائعه. ماشي حبايبي، بصوا كده طبعا عايزين تنغزوا يعني انا لما بعمل مثلا الدجاج المقرمش في البيت، هفترض ان انا بعمل الدجاج المقرمش في البيت مع حضراتكم، حلو، عايزه اقول لكم البابريكا كمان من الحاجات المهمه، لو انا هعمل الدجاج المقرمش في البيت بحب قوي انغز الاوراق والايه والتقطيعه الفرخه، انا بحب اعملها مثلا تبقى من 6 ل 8 على حسب حجمها، على حسب حجم الفرخ. خلاص البابريكا دي كمان حلوه للانيميا جدا، بتعالج او للزهايمر، الزهايمر بتبقى ممتازه، بتحسن جوده النوم جدا، بتجدد خلايا البشرة، تخيلوا بتجدد التجاعيد دي،
فيها مضادات أكسدة كويسة يعني، وبتساعد على إنتاج الكولاجين بشكل كويس. البابريكا دي عشان كده احنا بندخلها في حاجات. وخلوا بالكم هي يعني ليها برضو استخدام، والاستخدام بتاعها بيكون استخدام ما هوش كتير. كل حاجة إذا أكثرنا منها بتروح القيمة بتاعتها أو فوائدها بتضر. طبعا هي مش مناسبة لمرضى الضغط قوي، ساعات بتقلل الضغط يعني. وإحنا طبعا بنحاول ناخد من الحاجة الفايدة بتاعتها بس. بصوا كده برضو الناس اللي هي يعني بيبقى ليه في ممنوعات كده من بعض التوابل، حاجات الناس اللي عاملة عمليات جراحية الدكتور طبعا بيقولها، أو اللي هتعمل فبيمنعها من حاجات معينة، ممكن تكون البابريكا والشطة من ضمنهم. لكن هي في المضمون كويسة جدا. بصوا بقى لو نغزنا بالسكينة هنا ودخلنا كده هتلاقوا الوينجز دي جميلة. شوفوا هي خلطة بسيطة، أولا بتدخل الفرن على الناشف، يعني إيه بتطلع كده جافة، ما هياش يعني فيها صوص ولا حاجة، فنقدر الولاد تتحط مع حاجة ليهم يتبسطوا بيها قوي. هنا شايفين الجمال كده. وهاخد بقى بقية التتبيلة الحلوة دي هنا كده على الوش، حطينا فيها الزيت ما تنسوش، وهي مش محتاجة هتدخل على طول الفرن. حرارة 180 أو 200 في الأول وبعدين تقل ل 180 مفيش مشكلة، هتظبط وهتستوي وهتبقى رائعة. نشيل بس دول هنا واسمحوا لي أغير اللفز عشان أعرف أمسك البايركس وألمع كده حواليه، عشان الحاجات دي لما بتنشف على البايركس بيدخل الفرن بيها بتخليه صعب في تنظيفه قوي، واحنا مش عاوزين كده. الفرن 180 هيبقى جميل، لو عايزين 200 في الاول يبقى حامي وبعدين نقلل الحراره مفيش مشكله برضو. هندخله بقى دلوقتي الفرن، بس امسح كده الحواف كويس. يلا بينا. هدي بس نقطه واحده، معلقه او اتنين ميه سخنه، معلقه واحده. بصوا بس هنا، بصوا مش باينه اهي، نمسح ده كويس. طبعا ده هيطلع هيتقدم بالشكل اللي احنا عايزينه في الاخر في طبق. بس كده معلقتين ميه بالظبط بالمعالق المعياريه الكبيره يعني. هندخلها بقى الفرن. بسم الله يلا بينا، يلا بينا. بسم الله اهو زي ما حضراتكم شايفين، ما شاء الله شايفين لونها جميل ازاي. احنا قبل كده عملنا الدرامز او اللي هي الدبابيس، عملناها بشكل جميل وبتتبيله حلوه. هنعمل كل حاجه جزء من الفرخه بشكل كويس علشان نقدر اللي بيحب انه يعمل ده في يوم من الايام، مش شرط يعني يعمل فراخ كامله ولا حاجه، يعمل مفيش مشكله. كل اكله من دي ليها اكيد حاجه حلوه. انا بحط كده خل بس عشان مكان الفراخ. طبعا خلوا بالكم الميه بالليمون دي لو موجوده عندكم بتبقى جميله وجميله للايدين، بتحافظ على الايدين جدا وبتنعم الايد جدا وبتطول الضوافر. الليمون مهم قوي 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 يعني. طيب انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نتكلم على وصفه تانية، وصفه بسيطه وسهله وجميله برده من الوصفات الحلوه المحببه لينا. لكن قبل ما هنبدا فيها هنستسمح حضراتكم، هنطلع بريك واستراحه بسيطه ونرجع نستكمل مع حضراتكم باقي وصفاتنا. في انتظاركم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي باذن الله هنعمل وصفه جميله قوي كده بسيطه لمحبي بقى المكرونات. احنا عملنا اصناف كتير بالمكرونات، وهيبقى بقى لنا المكند تشيز، عملنا البيستو، عملنا بقى لنا كمان البولونيز. هنعمل ده بس يعني ان شاء الله باهتمام قوي جدا عشان نعمل انواع كده للولاد بيحبوا المكرونات جدا. لكن عملنا معظم انواع المكرونات. النهارده هنعمل مكرونه لمحبي صوص الليمون والريحان في المكرونه. المكرونة دي كده جميلة، ينفع تبقى خفيفة وتستمتعوا بطعمها، ويتقدم جنبها بقى زي ما احنا عملنا كده للتشيكن وينجز او الدرامز او حاجة من الحاجات يعني اي وجبة تكون خاصة بالدجاج او باللحوم باردة مفيش مشكلة خالص. تعالوا نقول كده مقاديرها بسيطة وجميلة بس ليها تيست كده حلو قوي. عندنا زيت زيتون
وعندنا معلقه من الزبده وعندنا فلفل مجروش، ولو مش موجود هحط مكانه الفلفل الاحمر، وعندي ثوم مفروم، عندي ملح وفلفل، عندي كوبايه من المرق، ممكن يبقى مرق دجاج او مرق خضار، عندي مكرونه من غير سلق، انا هعملها كلها في بان واحده زي ما عملنا قبل كده. فاكرين المكرونه بالخضار كانت جميله جدا وكانت يعني اقتصاديه في ان احنا ما وسخناش حاجات كتير. عندي عصير ليمون، بشر ليمون، ورق ريحان فريش جميل يتقطع يبقى فيها تدي تيست وطعم جميل قوي. مكرونه الحقيقه يعني للناس اصحاب المزاج العالي زي ما بيقولوا. طيب انا هاخد كده اول حاجه هاخد تشويحة بس بسيطة للثوم عشان مع الزبدة وزيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد الثوم وهاخد طبعا معلقة زبدة معاها. فوائد زيت الزيتون كتير واحنا اتكلمنا على انه رائع جدا. اولا بقى اسيبكم ان هو كمان رائع للبشرة، رائع لكثافة الشعر جدا، يعني بيقي من تقرحات المعدة، بيحمي من الإصابة بأمراض اللي هي الحاجات الخاصة بالمرارة، يعني مرارة. ولو استخدمنا كام نقطة دافية للودن كانوا زمان يحطوا لنا نقطة دافية تسخن في حمام مية دافية عشان يعالج الألام اللي موجود، لكن طبعا لازم نبقى عارفين ده سببه إيه عشان نعمل الصح. عايزه اقول لكم زيت الزيتون ده من الحاجات اللي بتقلل الشيخوخه خالص على الجلد، وبيحمي من الكانسر او سرطان الجلد، مهم جدا. لو الناس اخذت منه معلقه قبل النوم بيعالج التهاب البلعوم. عايزه اقول لكم بيقوي المناعه وبيقوي الضوافر، هو مهم جدا لبشره الجلد وبيخليها دايما زي ما بيقولوا ايه، ما فيهاش شيخوخه، مش بتعجز، ما بيبانش فيها ده، بترطبها. ومعالج لحب الشباب جدا. بصوا بقى انا هحط المكرونه كده وبعدين هضيف المرق. بسم الله. هتهبط دلوقتي، ممكن نحطها كده. ايوه. وهاخد عصير الليمون نزلها كده عشان تكش من الحرف فتبدا تتني. تمام. الليمون ده رائع ومنشط تام للدوره الدمويه بشكل روعه، بيحارب البكتيريا اللي موجوده في الجسم بشكل قوي. بصوا معلقه صغننه كده. لو استخدمنا بقى الخل مع الليمون بيدي لمعه للشعر جميله جدا وللقش، بس خل التفاح. تعالوا بس الاول ايه نقلب دي كده. عايز اقول لكم في حاجات كده بتبقى جميله جدا. عايز اقول لكم دي وصفات حلوه جدا. لو خدنا ليمون على ميه على الريق، ليمون من غير سكر ولا اي حاجه، بيساعد على حرق الدهون بشكل كويس وبينقي الجسم من السموم. الناس بقى اللي بتحب تعمل ماسكات ممكن تعمل الليمون، بس اللي يكون بشرته مش حساسه، لان الليمون بيعمل حساسيه ممكن يعمل تهيج وحبوب، لكن مع النشا واللبن بيبقى جميل. في ناس بقى بتسأل القشرة دايما، غير خل التفاح معلقة على شوية مية في شطف الشعر، كمان الليمون مع بذر الكتان مع المية بيبقى رائع جدا. بذر الكتان يكون مطحون عشان لو حبوب هيبهدل الشعر، فما يبقاش فيه رواسب فيه، لازم تصفوه، يتعمل سكراب كده للشعر ويعني ويتغسل بعدها ويتشطف، بيبقى جميل. في حاجات مهمة عارفين، كمان البيض لما بنحطه على الحنة، لما بعمل الحنه لازم احط بيضه، بتلمع الشعر جدا على فكره، البيض هايل. هنحط بقى ايه الفلفل بتاعنا القمر ده. الفلفل ده كمان مفيد جدا لانه يعني من الحاجات اللي بتساعد على توسعه الاوعيه الدمويه، وبيقلل الكوليسترول اللي في الدم والدهون اللي في الموجوده في الجسم. في ناس كتير بقى بتاخده كمان بيساعد في الحرق، مهم، بيعزز المناعة برضو. في ناس بتستخدمه يعني كتير، وهو بيقال انه من الحاجات كمان المفيدة لآلام المفاصل، لأنه هو مليء كمان بمضادات الأكسدة اللي بتحمي من السرطان، لكن برضو الزيادة منه بيزود حرارة الجسم وبيعمل مشاكل، فاحنا مش عاوزين كده.
فاحنا دايما كل شيء خير الامور الوسط. بصوا المكرونه بدات كده، طبعا هتستوي في الصوص بتاع الايه الليمون، الصوص بتاع المرق اللي احنا حطيناه، هنحط بقى رشه ملح كده. بسم الله. عايزه اقول لكم المكرونه دي من الحاجات المفيده جدا، يعني غنيه بالكارب طبعا، الكربوهيدرات تدي كده طاقه يعني صحيه وكويسه طالما معموله صح، بتساعد جدا على امتصاص بقى الجسم للكالسيوم، فبتمنع بقى هشاشه العظام، وبتساعد على تكوين الاجسام المناعيه، قوي المناعه برضو. المهم تبقى انواع جميله، وبتدي احساس بالشبع وبتدي طاقه للجسم. كل الاطفال بتحب اصلا المكرونه، اسهل حاجه بناكلها كنا المكرونه والبانيه والبطاطس المحمره وسلطه او المكرونه والبوفتيك او المكرونه والكفته وبطاطس محمره وسلطه برضو يعني ايه اللي هي الحاجات اللي تبقى فيها كل العناصر وسريعه. في ناس ما بتزهقش بجد منها. انا بصوا انا بحب المكرونه الريد صوص جدا، بحبها قوي قوي قوي. بحب الوايت صوص بس ما اكلهاش زي المكرونه الريد صوص. هما بيقولوا لنفسهم في حضراتكم هنا معايا في الايربيس، بس انا طبعا سايباهم يعملوا ما عايزين. ما بتشبعش ليه حضرتك؟ ليه يا فندم؟ بتتزفلط بسرعه كده. لا والله يعني الرز والعيش اكتر؟ اه طبعا اكيد، بس طبعا المكرونه برضو لا، المكرونه لما بتاكلها مع برضو لحوم وسلطه وكده. نفهم من كده يا فندم ان ممكن في البيت يكونوا مش بيعملوها معاها حاجه ولا ايه؟ بيبقى معاها حاجه. طب خلاص المشكله عند حضرتك. بيقول لي ما بشبعش منها. فقلت له طيب ما هي لو جنبها حاجات هتشبع منها. قال لي ما بشبعش خالص. طب المشكله فين بقى؟ في المكرونه صح؟ دي مكرونه بقى بصوا اللي هي ايه؟ شرايط بس رفيعه. احنا في الانواع في السوبر ماركت دلوقتي كتير طبعا ما شاء الله تألقوا. المكرونه كل ما تميل للون الاصفر كل ما تبقى جودتها اعلى. خلوا بالكم المعلومه دي مهمه. عايزه اقول حاجه، المكرونه الايطالي الاصليه اللي هي بتتعمل بالعجينه الايطاليه الكيلو عليه 10 بيضات والملح بس، هي دي العجينه الايطالي اللي بتتعمل حقيقيه. 10 بيضات. حاضر نحط بس نقطه ميه سخنه عشان بس ايه لو حسيت ان المكروني انا عايزاها تبقى مفرفطه كده وحلوه وجميله وريحتها روعه. ولسه بقى هنحط ان شاء الله بفضل الله الريحان، بصوا جاي ايه فريش فريش يعني مقطوف حالا. تعالوا بقى نتكلم عن البطاطس الويدجز. هي جميله قوي وسريعه، وانا شايفه انها لو بعدنا عن التحمير للولاد فتره هتبقى الدنيا جميله قوي معاهم. بمعنى ايه؟ انا بدل ما اعمل بطاطس محمره، هي ليها وقتها وليها طعمها وكلنا بنحبها، وانا واحده من الناس اللي اتربيت عليها من وانا صغيره كان لازم كل يوم في بوله بطاطس محمره قد كده يكوروا بالخمسه سته والقف بس. لكن بدانا بقى دلوقتي بما ان خلاص العصر بقى سريع وبقينا حاجات مقليه كتير، فبدات الحقيقه اميل للحاجات اللي في الفرن اكتر. بصوا الويدجز هوريها لكم كده، بصوا الجمال، الريحه روعه. بصوا انا هعمل كده عشان تشوفوا حضراتكم. فعايزين نعمل لهم الحاجات الصحيه اكتر وقت ممكن، بالذات في وقت الدراسه، لان ده اكتر وقت هم حبايبي بيبقى عندهم عايزين بيجوعوا كتير قوي وبياكلوا كتير في المدرسه، فنحميهم منها. بصوا الجمال، شويه الميه اللي حطيناهم عاملين صوص ازاي فوق، شايفين هناك اهم شايفينهم، عشان تحمي بس من انها تتحرق. لسه شويه هسيبها كمان 10 دقائق. وهنا المكرونه شغاله، مكروني انا بقول عليها مكروني بس في ناس بتقولي انت بتدلعي مكرونه. ما بدلعهاش والله، بس يعني انا بقول عليها مكروني، انا مش عارفه ولا في ناس بتزعل في ناس. يلا بقى احنا هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ عايزين نعمل لهم الحاجات دي في الفرن. لو انا طولت اعمل كفته في الفرن سريعه، فراخ، كفته سمك، كفته لحمه، الحاجات دي بتبقى جميله. وجافه، جافه يعني حاجات نواشف، لو خدوها في اللانش بوكس مش هتضايقهم، مش صلصه هتتدلق عليهم، ومش حاجه هتقرفهم، ولو حطيناها في سندوتشات حتى هتبقى مفيده. ويا سلام لازم لو مش هياخدوا سلطه، سلطه ما بياخدوش سلطه، ناخد معاها قطع فلفلايه حمراء، جزرايه، عود كرفس فرنساوي رفيع، اديهم خضار الوان كتير، جرجير، حطوا كل اللي هم حابينه. فتعالوا بقى عايزين نعمل ايه بقى؟ بصوا حبايبي
هناخد كده ونعمل البطاطس الويدجز دي بطريقه سهله قوي. احنا عملنا قبل كده نوع منها، خلينا نعمل نوع كمان مع حضراتكم، تتبيلات مختلفه عشان هما ما يزهقوش. طيب بسم الله، عندي للبطاطس الويدجز بطاطس حسب الرغبه، هنتكلم على البطاطس اللي بتبقى حلوه يعني للتسويه. عندي نص كوبايه من الدقيق، عندي بابريكا، توم باودر، زعتر، كركم، نص كوبايه من الميه. دي بتتعمل كلها على بعضها وبتبقى زي العجينه كده بتنزل فيها وتتحط. احنا اللي قبل كده عملناها كانت دراي يعني ناشفه، يعني ايه، حطيت التوابل في بوله وعليهم زيت الزيتون ورحت منزلاهم فوق البطاطس وقلبتهم كلهم مع بعض، فبقت ويدجز خفيفه كده سريعه. دي تنفع للولاد قوي في المدرسه، هيتبسطوا بيها قوي. دي نوع تاني هتشوفوا شكلها برضو، ليها كوتين كده وشكل، بس ايه، نديكوا افكار. هنعمل بقى هنا، هاخد الاول الحاجات الجافه على بعض وبعدين مش هحط الميه الا في الاخر لما نقطع الايه البطاطس. تسلم ايديكوا، دي شكلها، بصوا ده شكل تاني برضو، يعني الحاجات دي بتبقى لطيفه للولاد قوي. حلو كده، هناخد شويه من الزعتر. التوابل دي بتبقى جميله، رشه الملح، رشه فلفل بسيطه. عايزه اقول لكم الزعتر ده برضو فوائده جميله، بيقوي عضله القلب وبيقوي المناعه وبيساعد على الهضم. بصوا كده، عايزه اقول لكم بقى لما بيتحط مع زيت الزيتون بيساعد على تقويه الذاكره بشكل قوي جدا وبيقتل فطريات المعده بشكل قوي جدا. بصوا حط التوم بقى، ده بيدي اصله تيست كده حلو. لو عايزين تحطوا اطعمه من السبرينجلز اللي بتتباع او اطعمه من اللي عند العطار بتتباع وحضراتكم بتحبوها تحطوها في العادي على البطاطس العاديه مفيش مشكله، هتبقى اضافه جميله وهيتبسطوا بالاطعمه الجميله دي. بصوا كده بعمل بس المكروني كده، بصوا بدات خلاص اهي تاخد الشكل، وانا بقى ولا هقعد اسلق ولا هقعد ايه يعني اخد وقت في ان انا اصفي واطلع مصفى واصفي من المصفى، صح كده؟ بنحاول نسهل لان انا عارفه ان كل الماميز بيرجعوا عندهم يعني مرهقين وداخلين بقى على الهوم ورك وعلى الحاجات اللي هنقعد نعملها دي، فربنا معاكم جميعا يا رب. هاخد بقى هنا، خلي البوله دي مش عارفه هي ورايا ورايا البوله دي ليه. طيب هاخد كده صاج وهاخد البوله دي هربانه من مكان انا مش عارفه راحت جت منين، وهاخد الكاتنج بورد وهعمل كده. البطاطس ممكن ناخد دي نغسلها طبعا ونقشرها كويس جدا، يعني ننظفها حلو بفرشه كده للخضار لازم. بسم الله الرحمن الرحيم، فكروني باللي في الفرن يا اولاد. ها اهو، و في الفرن حاجات ومحتاجات. حبيبتي اهو شايفين كده، شكل لطيف. نقول اصلها ولو ان انا مش، بس ماشي يلا عشان خاطرك. بيقولوا ان البطاطس دي بيرجع اصلها لمدينه اوهايو. اوهايو اصل انا ما اعرفش غير اوهايو جوزايمس بالياباني. صباح الخير بالياباني. طيب اوهايو في الولايات المتحده وليها اسم تاني اسمها جوجوس. ايه ما اعرفش جوجوس دي، جوجوس دي لازم نشوف جوجوس دي يعني نيهاو. نيهاو دي بالصيني، نيهاو بالصيني. لا اوهايو بالياباني. حاضر يا حبايب قلبي والله. انت عارفاها بالكوري؟ انا اوكي، لا انا كفايه عليا الياباني بصراحه. ابني اللي بيحب الصيني قوي، معرفش ليه، بس ماشي. اهو شوفوا بطاطستين غرقوا الدنيا. المكرونه اهي بقت تمام، هناخد بقى شويه الميه دي. انا دهنه هنا ورق الزبده، نشيل بقى اللي في الفرن ده عشان تمام. الله الله على الريحه والله على الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل صحه وهنا. حاضر، جناح وبطاطسيه ماشي. يلا بينا هناخد بقى هنا ال بسم الله، هناخد بقى هنا على الخليط الجميل حطينا عليه اهي. بصوا شايفين الاجنحه جميله ازاي، جميله جدا جدا وظريفه قوي، ولما بتبات كمان بتبقى حلوه طعمها حلو.
ظريفة. بسم الله. يعني لو حطت في التلاجة وبقت ساقعة هتبقى ليها طعم حلو. مفيش حاجة بتبات بيقولوا. اه ماشي خلاص تمام. هناخد بقى شوية مية تانيين. خليني ازود شوية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة يبقى خليط. عارفين عاملين زي ايه؟ زي عجينة الكريب كده. حاضر اهو شايفين كده الخليط ده جميل قوي. تقدروا تعملوا فيه الاونيون رينجز كمان وتقلوها، بس حطوا معاه معلقتين نشا من الخليط الحلو كمان اهو. حطينا الملح والفلفل، حطينا الزعتر، حطينا كل التوابل. نزلوا كده كمان المقادير بعد اذنك يا ندى كمان مره عشان اصدقائنا، عشان نبقى احنا كده عملنا اللي علينا والباقي بقى على ربنا سبحانه وتعالى. اهو ناخد شويه شويه. شايفين المقادير اهي؟ دي التوابل اللي انا حطيتها في البابريكا، في البطاطس الويدجز دي. وانا قلت لحضراتكم ان اللي فاتت انا عملتها بزيت زيتون بس وشويه توابل خفيفه على الجاف، ما عملتلهاش الخليط ده اللي هي بتنزل فيه. تعالوا بقى بسم الله هاخد كده اقدمها عشان نبدا ايه مكرونه كمان نقلبها. بصوا كده كده بالزعتر كده بيدي طريقه جميله جدا وريحه حلوه. تحسوا كده ايه تعمل ريحه جميله في البيت بصراحه، بتبقى حلوه قوي. الواد حتى لو بيذاكروا وقعدوا ينقنقوا كده وطبق جنبيه فيه شويه خضار سناكس كده ياكلوها، ويا سلام لو طبق فاكهه لو لسه بعد الغدا بشويه كده ماشي ساعتين ولا حاجه يبقى جميل. ووصبوا يا جماعه على التمر الصبح. الولاد في ولاد انا بشوف ولاد والله ما بتفطرش بس لازم ياخدوا اي حاجه الصبح، فلو حتى ثلاث تمرات ولا حاجه الصبح هتبقى تمام يعني، تديهم بس طاقة وتظبطهم كده. ماشي حبيبي اهو شايفين ايه اهو، والمكرونة شغالة جنبي زي ما حضراتكم شايفين، قربت خلاص تستوي. ازاي تسلم ايديكوا حبايبي والله يا نهار ابيض تسلم الايادي، شكرا ليكوا. يبقى احنا عشان نقول لاصدقائنا احنا عملنا الاجنحه، خليني انزل برضو تتبيله الاجنحه يا نودي بعد اذنك عشان ايه اصدقائنا لو لسه منضمين للفقره وعارفين ما شافوش احنا عملنا ايه في الاول. احنا عملنا التشيكن وينجز دي اللي قدام حضراتكم اهي، وعملناها بوصفه بسيطه قوي قوي قوي، تتبيله جميله جدا تصلح لاي حاجه بالفراخ. وعملنا المكرونه دي في نفس البان بتاعتها من غير سلق ولا حاجه، بالليمون وصوص الليمون اهي. بصوا خليني بقى ايه اهي، ايوه كده عشان تصلصل بقى معايا. هو ده شايفين مع الفلفل، عصير الليمون، كوبايه المرق، وهنغرفها بقى دلوقتي. وهدخل مع حضراتكم دلوقتي بس الويدجز دي اللي احنا عملنا ليها كده زي تتبيله، مش تتبيله زي كوتنج كده من بره صوص كده اهي. هندخلها مع بعض الفرن وهنسيبها 15 دقيقه تاخد اللون ونطلعها مع حضراتكم تشوفوها. حاجات مشويه صحيه في الفرن. عايزين تستخدموا مكان الدقيق تحطوا مكانه مثلا دقيق شوفان مفيش مشكله، عايزين تحطوا مكانه معلقتين نشا برده مفيش مشكله. اسمحوا لنا بقى دلوقتي نطلع ليه استراحه بسيطه، وهنرجع بعد الاستراحه اكون قدمت الحاجات الحلوه دي نعمل صنف حلو جميل وليه كده نكهه خاصه ان شاء الله بعد الاستراحه. في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. عملنا ايه النهاردة؟ عملنا المكروني بالصوص الليمون والريحان. بصوا كده على جمالها جميلة قوي، وقدمناها بالريحان الفريش. وهنحكي بقى على الريحان ده يعني وجماله وفوايده. وعملنا كمان البطاطس الويدجز وهي لسه كمان في الفرن، هي هوريها لكم بعد شوية ما تشوفوها.
بالكوتنج الحلو ده كده، بالعجينه الخفيفه البسيطه دي، بالتوابل البسيطه الحلوه دي. وعملنا كمان التشيكن وينجز او اجنحه الدجاج بالتتبيله الحلوه اللي وريتها لحضراتكم، ريحتها جميله جدا جدا جدا، وزيناها بالبقدونس كده تاكلوها بالهنا والشفا، مع مكرونه، مع البطاطستين ويدجز، حاجه ان شاء الله الاولاد يتبسطوا بيها حبايب قلبي. زيناها بالريحان، ونقول سريعا فوائد الريحان كده، ان هو بيقلل من هرمون الكورتيزول اللي هو بيقلله، وده بيخلينا نبقى متوترين، وبيحد كده من الافراط من التوتر. عايزه اقول لكم كمان في سعرات حراريه حلوه جدا، يعني بسيطه ما هياش عاليه، وعشان كده بناخده دايما في حاجات الدايت. مهم تخيلوا كمان لالتهابات الزور جدا. الريحان كمان لما بنشربه مع شاي، بناكله كده مع سلطه، بيحسن الهضم جدا. الناس اللي بيجي لها حموضه ممكن تاخد الريحان، بتغلي الريحان او بتصب عليه ميه مغليه وتنقعه تشربه، بيبقى جميل. الافضل بقى ان الريحان ده بالذات يتقدم على الاكل اول ما يخلص، يعني لان هو يعني ايه، بنحاول نخليه ما يفقدش فوائده ولا ريحته في الطهي كتير، يعني ان هو يطهي كتير. طيب تعالوا بقى نبدا في البودينج. هنعمل بودينج لطيف جدا وبسيط، بس بطعم المستكه والفستق لمحبي الحاجات العربيه الشاميه اللي من بلاد الشام كده، روايحها الحلوه. طيب عندي 5 معالق كبار من النشا، كوبايه من اللبن البودره، عندي نص كوبايه سكر، لتر من الميه. لتر من الميه يعني كل كوبايه اللبن دي هتعمل تقريبا 4 معالق كبار. بص، هو الكوبايه بيبقى عليها 2 معالق لبن بودره عشان تبقوا عارفين، يبقى هو ده اللبن كده. اللي عايز يقلل شويه ممكن يخليها 1.5 معلقة، خلاص. طيب معلقه كبيره ميه ورد، ماء ورد، وعندي 5 فصوص من المستكه صغيرين قوي او 2 فصوص كبار على حسب اللي موجود، وعندي 2 معلقة زبده، وللتزيين عندي قشطه، وعندي فستق او اي نوع من المكسرات، بس احنا بنعملها بالطريقه اللي بتاعتهم اللي هي ليها النكهه والطعم الايه المميز يعني. فاحنا لو في هنا هنعملها بشكل تاني، مش هنحط فيها مستكه، بس هي الفكره ان هي ليها كده تيست جميل لما بتسقع، للناس اللي محبه للبوظه والحاجات الشاميه بشكل كبير. طيب انا هاخد كده بس الواس كده، وهاخد كده معلقه، وهبدا ايه اخد الاول، انا هحط شويه من اللبن العادي، بسم الله، كل ده على البارد الاول، مش هعمل اي حاجه على السخن خالص، واللبن الباودر، هحط عليه الميه، بسم الله كده، وهاخد السكر والنشا، وبصوا بقى المستكه دي لازم تطحن مع شوية سكر، يعني ايه ما تطحنش لوحدها ابدا، بصوا لازم تطحن مع شوية سكر علشان تبقى ناعمة. فانا هاخد كده 5 حبات، كده احط معاها 1 معلقة سكر، المستكة دي فوائدها كتير جدا اهي. عايزه اقول لكم المستكه دي مهمه قوي للناس اللي عندهم بلغم، يعني بيحبوا يتخلصوا منه، بتعالج عسر الهضم بشكل كبير، بتقوي الكبد والامعاء، وبتشد البشره وتفتحها لو استخدمناها كمنقوع وعلى البشره. ناخد كده، بتحافظ تخيلوا على بياض الاسنان، عشان كده بتبقى موجوده في المعجون بتاع الاسنان ضمن المكونات يعني. بصوا هنعمل تاني كده، وهي طبعا هتدوب برضو في السخونيه، بس انا معلش بحب كده عشان ابقى اطمنت ان هي ايه، ولو انتوا عايزين اطحنوها مع السكر مفيش اي مشكله خالص. بصوا حلو بقى، دي شويه دول هنحطهم هنا كده اهو، وهنقلب بقى بالويسك. مفيش ماء ورد يتحط في الاول خالص، اخر حاجه بنضيفها هي ماء الورد عشان يدي التيست الاخير، لكن ما ينفعش احطه من البدايه. خلاص هنقلب بقى الخليط ده
وهاخده كده على النار. انا عندي هنا قشطه او كريمه، هاخد جزء منها ادعم بيه الخليط وجزء للتقديم على الكاسات، فهاخد كده نص الكميه هنا بس زي ما حضراتكم شايفين، والباقي هحطه على الوش وادعم بيه الايه يبقى كشكل جميل مع القشطه. خلاص نقلب بقى تقليبه حلوه كده، النشا، السكر، حبوب المستكه اللي طحناها مع السكر، معلقه سكر، و الزبده مش هتتحط دلوقتي، اخر حاجه هتتحط الزبده بعد ما الخليط ده يبقى زي المهلبيه عارفين بتاعتنا او زي الكاستر لما بنعمله كده لما نحشي بيه اي حشو، ونحطيه معلقه الزبده. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده لحد ما تبدا الخليط الجميل ده يتماسك معانا، ونبدا نبص كده على الويدجز. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سيبوها شويه لسه شويه 10 دقايق انا سايباها لحضراتكم. نزود بس هنا النار بقى عشان ايه، لا هقفله لكم اول ما تقولوا لي على طول. حاضر. بسم الله نقفل بقى. تمام نقلب بقى تقليبه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن البودره ده بيدي طعم حلو الحقيقه، والمستكه حافظوا عليها قوي لانها بقت غاليه جدا جدا جدا. الكيلو بعامل 3000 جنيه. هنقلب بقى كده. فلو ليكوا بقى حد بره مصر، السعوديه الحقيقه المستكه اللي بتيجي من السعوديه رائعه رائعه، والحبهان اللي بيجي من السعوديه رائع حقيقي. يعني انا بحط مثلا في هنا اربع مثلا وحدات من الحبهان اللي بتاع السعوديه، ممكن على حله كبيره شوربه تاخد 2 فص حبهان كافيين ما شاء الله جدا جدا انهم ينكهوا حله شوربه كامله. مصدرها مش من عندنا طبعا، بس عايزه اقول رائع. ومن الهند على فكره، في ناس كتير قوي بتستورد البقوليات والعدس والفاصوليا والحاجات دي من مستورد هندي محتكر برضو في اكتر من دوله، يعني في كتير يعني. لكن انا بتكلم على المستكه والحبهان عموما، يعني هم هنا عندنا مش زي بره الحقيقه يعني. عشان كده دايما التوابل هناك ما شاء الله، الواحد ياكل الكبسه هناك تستمتعوا بطعم الكبسه، تستمتعوا بطعم الرز، تستمتعوا بطعم التوابل اللي موجوده فيها من جمالها. نقلب بقى هيب لحد ما الخليط ده ياخد معايا كده ايه يتقل شويه. بصوا مفيش مشكله حبايب قلبي، وانا ايه بشوف هنا بعيدوا عني جوش معايا، خلي معايا شويه نشا بس زياده عشان لو احتجت اخف شويه نشا. طبعا النشا خلوا بال حضراتكم من حاجه، النشا ده انواع، في نوع دايما انا بقول ايه انواع معينه بيبقى المعيار فيها او المقدار لما بقوله بيبقى هو نفس المقدار. لو حضراتكم جبتوا انواع نشا تانية ممكن تاخد اكتر شويه، فدي على حسب نوع النشا. فانا بصوا بسيبها بس لما تاخد وقتها وتغلي والنشا يبدا يديني اقصى ما عنده، وبعدين لو محتاجه شويه هزود شويه. اهو لسه شويه حبايب قلبي، لسه شويه صغيرين نكون احنا ايه خلصنا. طيب هاخد كده معلقتين من النشا برضو ادوبهم احتياطي. ماشي حبايب قلبي كده معلقتين، نحط عليهم نقطه ميه عاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. احتياطي، الريحه طبعا جميله. هنحط بقى ماء الورد ده رائع، بيدي كده طعم رائع لما تسقع بقى تستمتعوا بحضراتكم بيه لو انتوا بتحبوا من محبي يعني ماء الورد وكده. اللي مش عايز ما يضيفش، ماء الورد ده اصلا شافي، وخلوا بالكم في ماء ورد للتجميل وماء ورد للطعام يعني ان احنا ناكله. بصوا بدات تتقل، بصوا بدات تتقل، اصلا مفيد جدا لجفاف البشره ومعطر للجسم وبيقفل مسام البشره. يعني احنا لو سقعنا ميه ورد وعملنا سكراب وحبينا نقفل المسام بحاجه طبيعيه هنسقعها ونعمل بقطنا بس كده بميه الورد تبقى رائعه. بصوا الجمال، بصوا بقى شايفين القوام،
اهو ادي القوام ظبط الحمد لله. ناخد بقى مكعب الزبده. لا ان شاء الله مش هنحتاج. بصوا كده احنا خدنا معلقه واحده. بصوا كده شايفين الجمال ما شاء الله ما شاء الله. خلاص هنقفل. تعالوا بقى بينا نعمل ايه، نصب هنا في الكبسه بتاعتنا الحلوه دي. عايزين في انهي، في دول زي ما تحبوا يا حبايب قلبي دول. تمام بدات بصوا تعمل البابلز دي، وهوريكم برضو السماكه. بصوا كده اول ما تبدا تعمل الفوران ده كده كده خلاص نعمل بقى كده اهو زي ما قلت لحضراتكم عشان هي سخنه جدا اهي. الاثنين ما يجوش على بعض، ده القوام المظبوط لانها هتتقل بعدها. يلا بينا نشيل بقى الحاجات دي ونغرف مع حضراتكم الحاجات الجميله دي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى القوش يكون ايه الويدجز خدت اخر لون. نسمي الله. نيجي هنا بقى كده، وعندي المكسرات للوش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. حاجة مختلفة عن المهلبية اللي احنا متعودين عليها، طعمها حلو كده. بسم الله. هنحط بقى ايه، اللي عايز يحط معلقه من القشطه كده خفيفه ماشي. احنا كده كده حطينا في القوام عشان يدي طعم حلو، يعلي التيست معاها ويخليها كده كريميه وحلوه. وهاخد هنا، وفي بقى كمان كابس تانية حلوة لو انتم مش عندكم الكاسات دي، بتدي شكل حلو فيها قوي. انا بحبها قوي الحقيقة كمان عن الكاسات دي، يعني بحب الشكل ده وبحب الشكل التاني. ممكن نقدم فيه كده اتنين كاب. بصوا كده جميل ازاي. نمسح بس النقطة اللي وقعت مننا هنا هنا اهي. تعالوا بقى في دول كمان حلوين قوي، خليني اعمل فيهم انصاص كده لطاف جدا جدا الحقيقه جدا يعني. ايوه حلو قوي الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللي عايز بقى يعمل بالتبادل مثلا نوع بالمانجا ونوع بالمستكة زي ما احنا عملنا، تعملوا انصاص وتسيبوها تسقى وبعدين تعملوا نص تاني من نوع فاكهه تاني وتضيفوه هيبقى رائع. عايزين تعملوه بالشوكولاته، يعني تاخدوا جزء من المستكة دي وتطعموه بشوكولاته بعد كده ماشي، برده هيبقى جميل جدا زي ما حضراتكم تحبوا. خلاص دي كلها افكار، بس طبعا حاجات ليها تيست مختلف شويه. ميه الورد اختياريه اللي عايز يضيف، انا ما رضيتش احط علشان في ناس بتحبه وفي ناس لا، فعشان اللي هياكل يبقى ايه مبسوط ما يبقوش متضايقين. لكن زي ما قلت لحضراتكم بتتحط في المرحله دي، احنا حطينا الزبده وهنحط كمان ميه الورد معلقه صغيره قوي او نص معلقه، تدي تيست وطعم جميل كده للمهلبيه الحلوه دي اهي. تعالوا بقى نزينها تزيينه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالايه، فستق او المكسرات لو عندكم نوع من المكسرات. حاضر يا حبايب قلبي. لا يا فندم ما تقلقوش، لا يا فندم تقلقوش والله اهو. يلا بينا. تعالوا بقى ناخد كده، شايفين الجمال. فستق ده في نسبة بروتين بنسبة عالية جدا، بتجدد الطاقة بشكل حلو وبيحمي من الجلطات. عايزة أقول لكم بيحافظ كمان على صحة الكلى جدا، بيقلل نسبة ضغط الدم. بصوا هاخد بقى كمان حاجة لطيفة كده، شايفين ازاي؟
يلا بينا. وتعالوا بس ايه نطلع الويدجز اخر حاجه، الويدجز بتاعتنا ما شاء الله تشوفوها كمان طلعت معانا. وهروح انا اقدم الكاسات الحلوه دي من المهلبيه او من البودين بتاع الفستق والمستكه كده، وبالف هنا وشفا على قلب حضراتكم. يسقع بس كده في الثلاجه والدنيا تبقى جميله وهتستمتعوا بيه جدا جدا. عايزين تحطوا القشطه بعد ما، مفيش مشكله، بس هي خلاص شايفين القوام مظبوط وتماسكت تمام وبقت حلوه، فان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. شوفوا بقى الكاسات الثانيه من فوق باينه قوي ان القوام بتاعها مظبوط ونسبه النشا مظبوطه. تسلم ايديكم وعينيكم حبايب قلبي. طبعا احنا دلوقتي يعني بعد ما خلصنا الاصناف اللطيفه اللي حضراتكم طلبتوها، اتمنى يا رب الوصفه تكون موفقه واختيار التوابل عجب حضراتكم. واسمحوا لنا بقى دلوقتي نطلع لاستراحه ونستكمل مع حضراتكم الفقره الطبيه، في انتظاركم.